أرضي ده فصل ده أفراد السنة كان يكبر حدا يدوك سجسرة صفة أي مجال ده عير جابو أي مناسبة سقوطين يدعو سقوط شرطة كوك أبسط أي مجال ده عير جابو مناسبة ده نوع هيد مسير سرع لوسو عاصمة إسلام أركاسينا يسوق بنقابيين أي واحد كسوق يب جلي قدومي كحجين كجبل كسناج حقه هي جبل كحل دبانو قار كم إذا مضحت كام عداه جبل كسناج والدين تأرضي ده دقت دوك سجسرة يا أرضي ده دوك سجسرة صفة أي مجال ده عير جابو وقررنا واحد فاهفاهين كبحيه وشهده ده مناسبة داني الله قبطي متكمي ده أرضي ده فصلة ده أفراد دوكسي قصفة وشهده ده حفلة ده الله قبطي واحد تهي والدين أرضي ده كما موسيسة إن فرحات ده كلاقة يبغاتان حفلة ده أي لقاتان فرحات ده كلاقة يبغاتان ومهد كواد وإله إسكالي هاي مهد الله بادي والدين تو اللي هاي سبب ناوي هايدين والدين تو حفلة ده سيقبصان تو xubno isugu jira macallimiin ardayda dugsiga safa gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika waalidiinta iyo marti sharaf kale ayaa iyaguna halkaas ka hadlay today I want to display my view towards this well organization graduation summer I think my dear teacher who taught me this is necessary an international language third I congratulate these students and graduate this precious خير هذه امه بعد وفاته نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهكذا روي لنا عن عمر بن الخطاب سدا في عاند برانش وسو قبل قادسين سدا في عاند حفله وسو دغتين ان اديك السؤال ابلي ان انا وكما علمنا هان كنت انه لما نسع برانش انت لك ساغه مره لي يريي تين حفله سن قرح بانت هاي ما نمودي به حوي مهما عربيت باجرتو اورنيسا علم بلا وحوي ادب كشجر بلا تمر وحوي علم عن ادب الهين وحول لم يدي هاي وحوي جيد وحوي انت مع برج افريكا فرع عرقابو اي بلان قاعدة يسو ارضيقة اقصر رأيي اي سكول سفا سكندري سكول ارضيقة اقصر رأيي مركة ابتحانك لسوية الى الى وحبرشادة بلاش وقال لك يسو وحبرشادة ومهيم اما وفحي واجب كوتا هاي انان ايا انان با حوي ما أنت طلابة قادين لكن ما يدنان أروح برشدي وانو دميني بيت بان دفر يا حوي إن شام عاديه قبل كا صدح شام عدود بكو يا الله سناك بكو تالله قلس بكو تالله مركا إن شاء الله محرجين يا إن أثاكا كاسي ودان هدان مع الانسود سين ووسو تشيدين ووقت جي سي سي غالي غاها ما أنت هالك ما يمادين أرضيدو والد كي سو تبن تابين ايي يانا هالكا سو قارسي ايي iyana waa mahadsan yihiin mahad waaleeyihiin xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo ayaa ardayda fasalada 4aad ee dugsiga safa hadal duco iyo dardaarana halkaas uga soo jeediyay waxa maanta noo muuqata hadaatiin ardayda safa inay ninku is abaabusheen inay xafladan digateen inay ismuujiseen inay qeyrkiinu kor uga qaadeen ayaa ismuujiseen meeshii aad ku fakari lahaydeen idinku ku shaqeysan lahaydeen waxa la idin baray aad shaqo ku abuuran lahaydeen aad idinku shaqeysan lahaydeen ma joogtaan maalintii inan yar ama inan yar oo dul shisheeye oo dadkii lahaa ka shaqeysteen oo ay hagaajisteen oo intay isku soo sawiraan ma garanaysay Facebook loo soo dhigo ama internetka loo soo geliyo oo halka u qantaag la ma joogtaan gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Sheikh Ahmed ayaa munaasabadan ay ardayda fasalada 4aad ee dugsiga safa ka hadlay fulad aad u qorux badan oo ah arday ka qalin jabinaysa form 4kii iskoolka safa waxaan u leenahay si wada waxbarashadeena halka kaga hadhinina gabagabadiina xildhibaan Ibrahim Ahmed Langare ayaa shahaado sharaf ay ardaydu ku maamuuseen xubnaha ku mutaystay kartidooda gudoonsiye qaar ka mid ah ardaydaasi عبد الرحمن أحمد يلسر ستار تي في مقالة عير جابو